سلام البنات، مرحبا بكم على اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله راح نديرو اونصومبل طاجين زيتون. راح نديرو طاجين زيتون، راح ندير كومونط تاع طاجين زيتون فور 50 بيرسون. دونك راح نعطيكم المقادير ا بوبري فور 50 بيرسون، ومع نتوما كي طيبوا في الدار ولا نقصوا. داكور، شوفوا انا ندير لكم برك بالطنجره اللي درت تما. الطنجره درت فيها شويه زيت، نروحو نديرو فيها زبده ونبداو نحطو البصل تاعنا باش يتقلى، ومن بعد نولي نكمل لكم المقادير. فوالا البنات، هاني درت القازان، درتو يبرد، انا درتو يسخن، درتو يسخن، درت زيت سخن، زدت ندير له زبده، ندير له زيت وزبده، ونجيبوا البصل تاعنا هنايا نرميوه يتقلى. الوغ شوفوا هنايا عندي البصل، عندي حوالي واحد كيلو، عندي واحد كيلو، كيلو بصل اطيب خي. دوك نشوف الى نديرو كاع ولا لا. هكذا البنات نديرو ونبقاو تبقاو تحركو هكا، حركوها 2 مينوت قسم يتقلى شويه البصل، ومن بعد نجيبو نحطو الدجاج تاعنا، نحطو لي كويس تاع الدجاج تاعنا. راني دايره انايا 50، نوجد نحطوهم هنا ونخلوهم يتقلاو بيان. هنا عندنا البصل، عندنا الثوم، راني دايره واحد اون بون كونتيتي تاع الثوم. درت الثوم اللي جابها لي كبيره، درت هكا، درت راس تقريبا، درت راس الثوم. البنات هنايا برك جبو زيكسبليك ان تخوك على الزيتون. الزيتون تاعكم، الزيتون تاعكم تبدلوا له الماء واحد 3 ولا 4 خطرات. داكوغ، نبدلوا له، انا هنا نبدلت له 2 فوا، وكل مره تبدلوا له الماء، ما بارد نورمال عادي، وكل مره اشاك فوا تبدلوا له الماء خلوه يريح واحد 20 مينوت. بدلوا الماء خلوه يريح 20 مينوت، باش ما نغليوهش 2 3 فوا، باسكو كي تغليوه انا ما نحبش نغلي بزاف الزيتون، كي تغليوه بزيتون بزاف يروح له كاع الكو تاعو يجي صامد. داكوغ، دونك انا نبدلته هنا 2 3 فوا 3 فوا، دونك نزيد له واحد 2 فوا، هكاك واحد 5 خطرات بدلوا له، بين كل خطره وخطره خلوه ربع ساعه 20 مينوت وبدلوا له، ومن بعد نغليوه فوق النار واحد 10 مينوت برك. كي تذوقوه، تذوقوه تلقاوه مازال فيه الملوحيه، ماشي مالح بزاف، شويه الملوحيه تاعو تنقص، سي بون، تما طفيوه. داكوغ، الوغ بون، انا ديريكتومون بديت لا فيديو، رحت لكم ديريكتومون لتقلي البصل باش نربح الوقت، باسكو لا كليون جيت تدي لا كوموند تاعها 5 وراهي 3. فوالا، دوك انا راني نطيب، انا بعد راح نطيب في الطابونه. دوك هنا برك باش وريت لكم، طيبت فوق الكوشه، شعلت زوج فوق كويزينيغ، شعلت زوج نيران باسكو القازان كبير كوميم، ومن بعد دوك نطيب في الطابونه. كي نحبس لا فيديو نرجعها للطابونه. دونك هنا واش عندنا، هنا راني بدلت الماء، راني في لا كاتريام فاني بدلت الماء. هنا عندنا 50 كويز، عندنا 50 كويز. هنا عندنا اللي تحب دير فيون داشي، اللي تحب دير لا دان داشي، كل وحده دير واش تحب. دوك ندوزنوها ونوجدو دي بولات. عندنا دو بوات دو شامبينيون، ندوزو عندنا معدنوس، ندوزو لي زيبيس. لي زيبيس واش كاين؟ لي زيبيس واش عندنا؟ عندنا هنايا زنجبيل، عندنا جنجبر شويه برك، نديرو شويه برك جنجبر. دوك نروح نديرهم في التقليه. عندنا هنا كركم، كركم نديرو اون بون كونتيتي، انا هنا عندي بوغ 50 بيرسون حندير واحد 3 بون كويير هكا. دوك نتوما ديرو شويه هكا، كل وحده وتعرف شحال دير في النيجره تاعها. عندنا هنايا بوفغ بلون، فلفل الكحل ولا فلفل الابيض. قرفه نديرو هكا شويه، راس المغرفه، راس المغرفه تاع قرفه. والجامبو ندير وحده، انا ما حش ندير الملح، انا ما راحش ندير الملح او الملح، بصح ما حش ندير الملح انا، باسكو الزيتون مالح وراح نغليه شويه. كي يطيب كاع يتيك نشوف اسكو مليح في الملح نزيد ولا ما نزيدش. هكا انا حنستعمل زوج حبات جامبو. فوالا، هاوليك واش يجيو لي زيبيس في التوم تاعكم. حندير ماشي متوم، في الطاجين زيتون راح ندير طاجين زيتون بيض. داكور، حندير بيض شامبينيون، ما راحش نديرو روج. اون اوتر فوا ان شاء الله نديرو لكم روج. فوالا، هنا نستنى لي زيبيس تاعنا، ودوك نبقاو نخليو في الدجاج تاعنا بالعقل بالعقل هكا، ونحركو حتى يتقلى كاع الجوايه هكا، نخلو هكا يتقلى، ومن بعد نزيدو نربدو لي كويس، نقلبوهم غير بشويه بشويه باش منفتتوهم، تربدو تقلبو تقلبو، ومن بعد نعاودو نديرو. داكوغ، هكذا رانا نقلبو فيهم اشاك فوا بالعقل بالعقل، نقلبوهم فوالا، خلوه يتقلى بيان بيان بيان، ونروحو اونتخ تو نوجدو لي بولات تاوعنا. الوغ، هنايا عندنا لا داند اشي تاعنا ولا بيوند اشي تاعكم، ولا كل واحد يدير واش يحب. داكا راح ندوزنوها ندوزنوها. درت لها برك شويه ثوم، كنت نسيت ما خليتش ثوم تاع مقبيله، درت لها شويه ثوم. اوف باردون، شويه ثوم، ندير لها شويه تاع جامبو، حبه جامبو، شويه تاع الملح، شويه ملح. نعاودو نديرو نفس لي زيبيس اللي كنا درناهم في المرقه. داكوغ، شوية تاع الكركم، قرفة هاك شوية، مازمش كاع يجي الكو تاع القرفة، شوية فلفل الكحل. أنا في طيابين نحب نستعمل فلفل الكحل وفلفل الأبيض، بوفغ بلون وبوفغ نواغ، باسكو بنان في زوج، منستغناوش عليهم في زوج. سكنجبير شوية، شوية تاع المعدنوس.
هنا عندنا لا شابلور، لا شابلور ما تكثروش، راح نستعمل شوفوا مغرفه تقريبا اون تاع لا شابلور باش تجينا رطبه لابول، لابولات تاعنا تاع لا فيوند تجينا رطبه ما تجيناش شاده بزاف روحها هكذا. انا غوش يخص فوالا البنات. ودوك هنايا نبداو نحركو كاع هذيك هاد المكونات مع بعضاهم. دازت مغرفه زبده هنايا باش تجينا لا فارس رطبه. ودوك نبدا ندخل كاع المكونات هادو مع بعضاهم ونكونوا دي بولات داكوغ. نعجنوها واش نعجنوها بيان باش تدخلوا كاع المكونات مع بعضها، لي زيبيسي يدخلوا بيان في لا فيونداشي تاعنا ولا لا دانداشي ولا واش حبيتو، باسكو هو اصلا 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 طاجين زيتون ما يجوش فيه لي بولات ما يجوش، مي انا نحب ندير هكا، حبيت ندير له لي بولات، هو اصلا ما يجيش فيه لي بولات، ديروه بلا لي بولات. مي كاين ناس اللي يديروا له، سي دي ريجيون، سي دي ريجيون، كل واحد كيفاش يطيب طاجين زيتو تاعو. كاين ديجا طاجين زيتو الاحمر، كاين طاجين، كاين طاجين زيتو الاحمر بالقنين يجي بزاف بنين ثاني ان شاء الله كاش نهار نديره لكم. كاين كاين بزاف انواع. هنا البنات نقطعوا زروديه تاعنا، نقطعوا زروديه تاعنا ابوبري هكا، ما تكونش بزاف رقيقه، باسكو لو كان تكون بزاف رقيقه كيما هكا رقيقه. حنا قطعنا هنا بلا باغي، بصح لا باغي هذا واش تقطعنا ما تقطعش خشينا هكا، دونك اوبليجي نقطعها باليد تكون هكا ابوبري واحد ميم با ان سنتيم. المهم باش ما تتحرحلكمش في المقله في الـ في الـ في الطنجره تاعكم داكوغ. فوالا كنا نقطعوا كاع زروديه تاعنا. هنا استعملنا حوالي 3 كيلو زروديه، 4 كيلو زروديه ما استعملناهمش كامل، راح نقطعوهم ونعاود نبدل الماء للزيتون تاعي ودوك نديكم تشوفوا التقليه وانا يلاحقها. شوفوا هاي ليك هنايا راهي تقلى، مازال توجور تقليه، ما مرقت ما درت والو، مازال كاع ما مرقت ما درت والو. هاوليك الماء اللي درتو يسخن لهيكا، هاوليك الماء درتو يسخن تاع لين مرقت. دوك نجيبوا الزروديه تاعنا كيف نقطع نرموها هنايا ونخلوها تقلى كيما نقولوا مع الدجاج. الوغ هاوليك هنايا راني درت الزروديه تاعي، نحركو بالعقل برك باسكو انا دوك حركت طرشت كاع روحي وحرقت يدي. كي تحرقوا بالعقل، كي تحركوا بالعقل برك، كي تكون كونتيتي كبيره برك سي فوكلي. دونك فوالا هكا ونخلو الزروديه حتى يدخلها طيب، ومن بعد نمرقو ونديرو الزيتون تاعنا. نمرقو، كي نمرقو دوكا نخلو حتى يطيب الدجاج وطيب الزروديه باش نرمو الزيتونه. مازال فاصون نكملو معاكم. فوالا نديرو لي بوله تاعنا، نوزنوهم 25 غرام. دوك الميزان كيما تحبوا نتوما هكا، وزنوهم 25 غرام وديروهم لي بوله تحطوهم هنايا ومن بعد نولي لكم البنات. راني درت الماء تاعي عاود صفيتو اون ديرنيير فوا ودرتو ودرت له ماء جديد وراح نحطو يغلي 10 مينوت داخل المقطعه حتى يحل وجه. كيما كنت تشوفوا رانا نكملو نديرو لي بول لي بولات، الطاجين تاعنا راه يطيب. هنايا البنات راح نمرق، هو على بالكم بالمرقه تاعو كي غطيته بلا فابور راهو ديجا فيه المرقه، باش لا يتبان لكم على فابور ولا لا، لا راهو فيه المرقه ما يشتبان، راهو فيه المرقه ديجا. انا حندير المرق قسمه يتغطى لي الدجاج برك، هذا ما كان. فوالا البنات راني درت المرق غير قسمه تغطى الدجاج، نغطي عليه نحطه فوق طابونه انا باش يطيب لي غابيدمون ونخليه يطيب حتى يطيب الدجاج وطيب الزروديه تاعنا. انتوكا الدجاج نص طياب دخلوا طياب، والزروديه قولوا قريب طابت نخلوها تغلي حتى طيب، سا ديبون 20 مينوت اون دومي ونشوفوا. الو هنا الدجاج تاعنا راه طاب، طاب نسيت الدجاج طاب والاخر دخلوا طياب. هنا لي بوله تاع البيونداشي تاعنا ولا دان اشي درت شويه زبده في المقله وراني نطيب نحمر فيها مونفاجير ودوك نرميهم هنا. بصح قبل ما نرميهم نرمي الزيتون قبل، هنايا نديرو الزيتون تاعنا، هنا راح نرمي الشامبينيون تاعي، نزيدو نرمو أرمي لي بولات، أرمي نزيدو نرمو تاني لي بولات، لي بولات تقولو خلاص نطابو، فوالا نخلوهم يغلو غلية ونطفو عليها باسكو المرقة راهي تجمرت. جات هاوليك هنايا راهو ختار، شوفو تغلي زوج غليات تلاتة المكونات كاع يتحطو مع بعضهم ونطفيولهم. البنات بهذا نكون لحقنا نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. الوغ ان شاء الله الفيديو تاعنا يكون عجبكم. هاوليك طاجين زيتون تاعكم كيفاش يجي، هذا طاجين زيتون الابيض هاوليك كيفاش يجي. ان شاء الله يكون على اعجابكم فيديو تاع نهار اليوم، و الى عجبتكم الوصف عليكم غير دعيونا بالخير. ميرسي بوكو، اون بروشين فيديو ان شاء الله.